نلتقي مع تمرين من تمارين الدوال. فيها تمرين سنرى مجموعة من الأشياء. بعد إنجازنا له سأقترح عليكم تمرين تطبيقي مأخوذ من استدراكيات 2006. ألوغ التمرين سواء إن أن أونتي أفيك أو بيان تل كو إن أكبر يساوي دو، أون كونسيدير لا فونكسيون إف إن ديفيني باغ إف إن دو إكس كتساوي لنا إكس موان إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن بلوس إكس على إن زائد واحد زائد واحد. السؤال الأول كالكولي ليميت دو إف إن، دونك إف إن معروفة على R، بالتالي غنحسبو النهايات عند موان لانفيني بلوس لانفيني. ليميت لما إكس يؤول موان لانفيني ديال إف إن دو إكس كيساوي لنا ليميت لما إكس يؤول موان لانفيني ديال واحد زائد إكس على إن زائد واحد موان إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن. دونك هادي موان لانفيني هادي تعطينا موان لانفيني هادي تعطينا زيرو، دونك كتساوي لنا موان لانفيني. لو خا نجاوبو بشكل مختصر، نتا في الورقة ديالك دايما خصك تعطي التعليل، لأن كاغ ليميت لما إكس يؤول موان لانفيني ديال إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن هادي كتساوي لنا زيرو، وليميت لما إكس يؤول موان لانفيني ديال إكس سوغ إن بلوز أن كتساوي لنا موان لانفيني. الآن نحسبو النهاية، ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إف إن دو إكس كتساوي لنا ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال واحد زائد إكس على إن زائد واحد موان إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن. دونك هادي غتعطينا زائد ما لا نهاية، غادي تعطينا موان لانفيني شكل غير محدد. شنو غنديرو؟ ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية، دونك غنعملو إكس على إن، أو لا يمكنلك تعمل بإكس. دونك هنا غيبقالك إن على إن زائد واحد، وهنا ضربنا في إكس غنقسمو عليه، دونك غتكون عندنا أو بالأحرى ضربنا في إكس سوغ إن باش يكون عندنا هنا إكسبونونسيال ديال إكس سوغ إن على إكس سوغ إن، ضربنا فيها وقسمنا عليها. دونك كتساوي لينا، دونك هادي عند زائد ما لا نهاية غتعطينا زائد ما لا نهاية، مضروبة في هاد الموان غتعطينا موان لانفيني، هادي بلوس لانفيني دونك غتعطينا موان لانفيني. انت غدير التعليل، لأن ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن على إكس سوغ على إن، دونك هادي كتساوي لنا ليميت لما تي يؤول زائد ما لا نهاية ديال او تي على تي كتساوي بلوس لانفيني، وهادي اكس سوغ ان كتعطينا دونك بلوس لانفيني، وهادي مضروبة في الموان كنا كتعطينا موان لانفيني. لذلك كاين هاد السؤال، لقينا في بلوس لانفيني لقينا عطاتنا موان لانفيني، و بلوس لانفيني عطاتنا موان لانفيني، موان لانفيني عطاتنا موان لانفيني، دونك غندرسو الفورة اللانهائية. هذا كاين السؤال الرابع، ألوغ سوا إكس إن، ألوغ إتيدي الفاريسيون دو إف إن إي دغيسي لو طابلو دو فاريسيون، غندرسو تغيرات إف إن. دونك عندنا إف إن قابل للإشتقاق على إر، ولدينا نكتبو أولا بعد التعبير ديال إف إن دو إكس عاد نشتقوها، دونك كتساوي لنا واحد زائد إكس على إن زائد واحد موان إكسبونونسيال دو إكس سوغ إن. إف إن بريم دو إكس كتساوي لنا واحد على إن زائد واحد موان واحد على إن مضروبة في إكسبونونسيال دو إكس على إن. الأشياء البسيطة بحال الإشتقاق أنا مغنديش نشرحها باينه. الان غنشوفو امتى المشتقه كتنعدم، امتى كتكون موجبه، امتى كتكون سالبه. اف ان بريم دو اكس كتساوي لنا زيرو، هذا يكافي ان، دونك التعبير كيساوي لنا زيرو، اي ان واحد على ان زائد واحد موان واحد على ان اكسبونونسيال دو اكس سوغ ان كيساوي زيرو. دونك هذا يكافي ان واحد على ان مضروب اكسبونونسيال دو اكس سوغ ان كيساوي لنا كيساوي واحد على ان زائد واحد، وكذا يكافي ان اكسبونونسيال دو اكس سوغ ان كيساوي ان على ان زائد واحد، هذا يكافي ان اكس سوغ ان
تخرج بالدالة ln كيساوي لنا ln ديال n على n زائد واحد. دونك هذا يكافئ ان x كيساوي لنا n مضروبة في ln n على n زائد واحد. دونك هذا العدد اللي كتنعدم فيه المشتقة راه كيتغير كل ما تغير هاد n، بالتالي غنسمي مثلا اكس ان. الان غنشوفو امتى هاد المشتقة ديال اف ان كتكون موجبة. دونك اف ان دو اكس بريم دو اكس اكبر قطعة من الزيرو، هذا يكافئ ان دونك هاد التعبير اللي قلنا واحد على ان زائد واحد موان واحد على ان نضربها اكسبونسي دو اكس سيغ ان اكبر قطعة من الزيرو. دونك هذا يكافئ ان دونك حلينا هذا، سنجد ان اكس لكل اكس اصغر قطعا من هذا التعبير هذا، من ان مضروبة في ln ديال ان على ان زائد واحد. بالتالي فاش دول التغيرات غيكون على الشكل الاتي، او لا قبل، دونك عندك مشتقة كتنعدم في واحد العدد اللي هو هذا اكس ان وتغير اشارتها، دونك راه كتقبل واحد الاكستريموم، يعني كتقبل اما هاد القيمة دنيا ولا قيمة قصوى. دونك غنحسبو هاد، لذلك خصنا نحسبو اف ان ديال هاد اكس ان، اف ان دو اكس ان دونك غيكون كيما قيمة قصوى او لا قيمة دنيا، بما ان هاد ليميت في موان لانفيني عطاتنا موان لانفيني غيكون قيمة قصوى فالور ماكسيمال. دونك اف ان دو اكس كيساوي لينا واحد زائد نعود اكس ب ان مضروبة في ال ان ان على ان زائد واحد على ان زائد واحد موان اكسبونونسيال هاد ان، ها هو التعبير ديال اكس ان، وهذا باش كنعوضو ان في ال ان ان على ان زائد واحد على ان. دونك شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا واحد زائد هنا غنختزلو بهاد ان وهاد ان، ومع الاكسبونسيال ال ال ان غيطيرو، غيبقى لك ان على ان زائد واحد غتعمل بها. دونك ان على ان زائد واحد غتبقى لك عامل لهذا التعبير هذا، ال ان ان على ان زائد واحد، وهنا غيبقى لك موان زان، هذه نسميها مثلا إيكغيك ان، غتكون فالور ماكسيمال. وبالتالي فجدول التغيرات غيكون على الشكل الآتي، عندك هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني اف ان بريم دو اكس، قلنا المشتقة كتنعدم في هاد اكس ان، وموجبة لكل اكس اصغر من هاد اكس ان، وسالبة دونك هنا تكون سالبة. قلنا فاش المشتقة كتنعدم وكتغير اشارتها، دونك راه كتكون تقبل واحد الاكستريموم، اما قيمة دنيا ولا قيمة قصوى. هنا اف ان دو اكس نهاية عند موان لانفيني، لقينا موان لانفيني، دونك هدا اكريك دو ان اللي حسبنا قبيلات، و النهاية عند زائد موان لانفيني لقينا كذلك موان لانفيني، ها هو اكريك دو ان واحد. ننتقل للسؤال الموالي. سوا اكس ان لونيك سوليسيون دو ليكواسيون اف ان بريم دي اكس كتساوي لنا زيرو، مونتخي كو اكس ان اصغر قطعا من الصف. عندنا بوغ تو تان اكبر او يساوي دو، هاد لي كل ان اكبر او يساوي دو ما غنفهموها مزيان علاش اختارينا بالضبط ان اكبر او يساوي دو حتى هاد السؤال هذا. عندنا اكس ان كتساوي لنا ان مضروبة في ال ان ان على ان زائد واحد، دونك خصنا نبينو انها اصغر من الزيرو، يعني هاد التعبير نبينو انها اصغر من الزيرو. الوغ بوغ تو تان اكبر او يساوي دو، فعندنا قلنا دونك ان على ان زائد واحد فهو اصغر من واحد،
دونك إذا دخلنا بالإلين دائما هادو لي كومبوزي دو فونكسيون مركب زلتين يبدا من التعبير اللي كيكون في الانتيغيور عاد تبقى خارج. دونك ان على ان زائد واحد فهي اصغر من الين ديال واحد اللي هو زيرو دو ان في الين ان على ان زائد واحد فهي اصغر قطعة من زيرو سيتادير اكس ان راه اصغر من زيرو. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال montrer que limite لما n يعود زائد ما لان هي ديال x كين اكس ان كيساوي نم وانزا. دونك عندك الليميت لما n يعود زائد ما لان هي ديال x ان كيساوي لنا الليميت لما n يعود زائد ما لان هي n مضروبة في ln ديال n على n زائد واحد. كما قلنا دائما كتنطلق من الانتيغيو. دونك هاد التعبير باش تعرف اش من قاعدة غتخدم ان على ان زائد واحد لمن غادي غادي لما ان يعود زائد من غادي لواحد. دونك هنا ان ديال واحد غيعطيك زيرو هذا تعطيك بلس لانفيني. دونك غيعطيك شكل غير محدد. شنو غادير عندك هاد التعبير غادي لواحد خصك تخدم هادي ليميت كتفكر في هادي ليميت لما تي يعود لواحد ديال ال ان دو تي على تي موان زاد كتساوي واحد. ممكن نكتبها تبينها بالديريفي العدد المشتق ديالها ln دو تي موا ln دو ان على تي موا ان يعطيك ln بريم دو ان تعطيك واحد. لذلك كتساوي لنا ليميت هذه فقط هي باش ما تنساش وكذا راه ماشي شي حاجه ليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهايه. قلنا غنخدموا هذه ديال ان شنو غنديروا لهادي ln ان على ان زائد واحد. دونك على ان زائد واحد تي في هاد الحالة هو ان على ان زائد واحد لان غادي لواحد موان ز. دونك قسمنا على هاد التعبير هذا غنعاودو نضربو فيه الى وحدنا المقامات لهاد التعبير غيعطيك موان ز على ان زائد واحد. دونك غنضربو في هاد ان غيعطيك موان زين هادا راه موان هاد ان نقلو على الايه باش نتسنى كيساوي موا ان. دونك هاد التعبير كما قلنا راه غيعطيك الواحد غدير التعليل لان هادي شنو كتساوي كما كتبنا هاد القاعدة هنا وهادي كتساوي موازن. دونك كتساوي لنا موازن وانت غتكتب التعليل لان ومنه المطلوب. ننتقل للسؤال الموالي montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0 واحد زائد x مضروبة في ln دو x موان ز أكبر أو يساوي زيرو أون ديدويغ اف ان دو x أكبر أو تساوي زيرو. دونك في هاد السؤال هذا بي دو بي شنو يمكن دير؟ يمكن لك مثلا تاخد واحد الدالة وتشوف التغير تحسب لها تشوف لها تغير درس لها تغير ديالها. دونك اون كونسيدير لا فونكسيون سميوها مثلا في ديفيني باغ او لا غناخدوها ديفيني سيغ هذا المجال زيرو بلوس لانفيني المجال مفتوح باغ في دو اكس كتساوي لنا واحد زائد اكس عامل الين دو اكس موان ز. دونك هذه قابلة للاشتقاق على هذا المجال ار اطوال بلوس. دونك لكل اكس من هذا ذلك المجال في بريم دو اكس كتساوي لنا. دونك هذه الا شقيتها غتعطيك اكس جداء غادي تعطي زيرو. دونك مشتقة جداء دالتين اكس فهذا دونك دونك لو شقينا اكس غتعطينا واحد واحد في هاد التعبير غتعطيك ln دو اكس موان ز. الان الا شقينا نسقو هاد التعبير غيعطينا واحد على اكس مضروبة في هاد الاكس دونك غيعطينا اكس. دونك كيساوي لنا ln دو اكس
موانز ان بلوس ان، دونك كيساوي لنا ln دو اكس. تعرف واش دول التغييرات ديال هاد الدالة بالنسبة ل نجاوبو بشكل سريع. دونك اكس هنا صفر غير معرفة بالصفر، دونك في بريم دو اكس هادي في دو اكس، هاد المشتقة كتنعدم في الواحد، دونك هاد وكتغير الإشارة ديالها، دونك مشتقة سالبة هنا موجبة، دونك غتكون تقبل واحد الإكستريموم إما قيمة دنيا أو قيمة قصوى. دونك إلا حسبنا الليميت لما إكس يؤول زيرو بلس، هاد يمكنلك تنشرها، إكس لما إكس يؤول زيرو بلس ديال إكس إلين إكس غتعطيك زيرو، وهاد إكس موان زان دونك غتعطيك زيرو، غتعطيك واحد، غتعطيك واحد. دونك هنا غتحسب في دو ان، في دو ان غتعطيك في دو ان واحد هنا الين واحد هي زيرو موان زان، واحد موان زان غتعطيك زيرو، في دو ان كتساوي لنا زيرو. والليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهاية ديال في دو اكس غتعطيك زائد ما لا نهاية، دونك بالتالي فهادي قيمة ان فالور مينيمال. دونك امنو دابخي لو طابلو دو فارياسيون قلنا هنا غادي تكتبها، قلنا كيلكو سوا اكس اكبر قطعة من الزيرو فان في دو اكس، دونك هادي الادمين فالور مينيمال اللي هي في دو اكس اكبر او يساوي في دو ان اللي هي زيرو، منه النتيجة. وهاد نتيجة هاد السؤال طبعا غنحتاجها. اون ديدويغ تنتيج كو مهما يكون اكس اكبر قطعة من الزيرو فان اف ان دو اكس اكبر، دونك ستنتج ان اف ان هادي راه اكس ان كتعلق اف ان دو اكس ان اكبر او تساوي زيرو. اف ان دو اكس ان راه سابقة ونحسبناها، نرجع نشوف فين عفوا هاهي، دونك بلا ما نعاودوها لقينا واحد زائد ان على ان زائد واحد مضروبة في الين ان على ان زائد واحد موانزة. دونك خاص دير اولا حسب اف ان دو اكس ان شو شنو غتعطيك وقارنها مع هاد التعطير هذا اللي بينا ان واحد زائد اكس في الين اكس موانزة اكبر او تساوي زيرو لكل اكس اكبر قطعة من الزيرو. دونك فقط هنا الملاحظة غتستنتج هادي، دونك هنا في هذه الحالة أمبوز إكس كيساوي لنا إن على إن زائد واحد، غنستنتجو هذا التعطير هذا، وإن على إن زائد واحد فهي أكبر قطعا من الصفر. دونك دابخي لا كيستيون بريسيدونت قلنا كيلكو سوا إكس ستريكتومون سوبيريور زيرو فإن واحد زائد إكس مضروبة في إن إكس موان زان فهي أكبر أو تساوي زيرو. دونك هنا عندنا في هذه الحالة إكس كيساوي لنا إن على إن زائد واحد أكبر قطعا من الزيرو، دونك يمكننا بهذا التعطير هذا نستنتجو هذه النتيجة. دونك بالنسبة لسؤال موالي ثلاثة، مونتخي كو ليكواسيون اف ان دو اكس اي تيغال ا زيرو ادمي اون سوليسيون اونيك اي كو هاد الان ينتمي هاد الانترفال اوفر موان ان اكس ان. دونك هاد النوع ديال الانترفال يحيلنا علاش من باش غنخدمو، دونك هنا غنخدمو بمراهنة القيم الوسطية، وهاد اكس ان بعدا راه بينا بان اف ان دو اكس ان فهي اكبر او تساوي زيرو حسب السؤال دو بي، وهي عاد بيناها استعملنا هاد التعطير هذا، وضعنا اكس هو ان هو ان على ان زائد واحد، بعد حسبنا اف ان دو اكس ان لقيناها كتساوي واحد زائد ان على ان زائد واحد مضروبة في ال ان ديال ان على ان زائد واحد موانزة. دونك استغنى لينا هاد التعطير هذا، قلنا ان على ان زائد واحد اكبر قطعة من الزيرو، دونك يمكن نخدم بهذا التعطير، وجدنا انها اكبر تساوي زيرو، دونك هاي هاد اكس ان فهي اكبر تساوي زيرو، بقى لنا هادي خصنا نلقاوها صغر من الزيرو ممكن باش نستنتجو باش نخدمو بمبرهنة تي في اي، وهاد اف ان فراه هي متصلة على هاد على ار، دونك راه متصلة على هاد المجال ديال ار. دونك شنو غنديرو حنا، اون كالكول دابور اف ان ديال موان زين،
كتساوي لنا واحد زائد نعوض اكس بموان زين، دونك غتعطينا موان ان على ان زائد واحد موان اكس هنا غتعطيك موان ان على ان، دونك كتساوي لنا واحد موان ان على ان زائد واحد، هذه غتعطيك اكسبونونسيال ديال اس موان زين هي واحد على او. دونك هذه كتساوي لنا واحد موان هذا ان على ان زائد واحد، راه يمكن لك تضيف واحد لواحد وتنقصه على ان زائد واحد موان واحد على او كتساوي له واحد هذا موان هذا ان زائد واحد، ان زائد واحد على ان زائد واحد موان واحد على ان زائد واحد موان واحد على او، دونك هذا تعطيك واحد هذا بنا تخلص من هذا واحد، هذا تعطيك موان زان واحد موان زان، غيبقى لك هنا من هاد الموا مع هاد الموا غيبقى لك واحد على ان زائد واحد موان واحد على ان، دونك هادو غيتختزل بيهم. الان خصنا نقارنو شكون اللي كبر، واش واحد على ان زائد واحد ولا موان واحد على ان، دونك عندنا لكل ان هذا يعني، لذلك اختارين هاد ان اكبر او يساوي دو، دونك بوغ توت ان اكبر او يساوي دو فان زائد واحد اكبر قطعا من او اكسبونونسيال، دونك دو فواحد على ان زائد واحد اصغر قطعا من واحد على او يعني، ومنه فهذا التعبير هذا، دونك لرجعنا هذه لرجعنا هذه دو هاد واحد على او ترجع على الطرف واحد على ان زائد واحد ما واحد على او فهي اصغر قطعا من الزر، وبالتالي ف اف ان ديال موان ان فهي اصغر قطعا من الزر. اذا كما قلنا عندنا هذا اف ان ديال اكس ان اكبر او تساوي زيرو، اف ان ديال موان زين اصغر قطعا من الزيرو، دونك بالتالي فالجداء ديالهم دونك غيكون اف ان دو موان زين مضروبة في اف ان دو اكس ان اصغر او يساوي زيرو، دونك بالتالي حسب مبرهنة القيم الوسطية فإنه يوجد واحد الألفا إن كينتمي لهاد الانترفال أوفر تلك إف إن دو ألفا إن كتساوي لنا زر، لأن كما قلنا سابقا هاد إف إن تطلع على هاد المنال. بقي السؤال الأخير اللي كيتعلق ب لي برونش بارابوليك، دونك بالنسبة لدراسة لي برونش بارابوليك دونك غتحسب ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية، لقينا عند زائد ما لا نهاية عطتنا زائد مو لا فيني، دونك غنحسبو اف ان دو اكس على اكس كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهاية، دونك ديال واحد على اكس زائد اكس على اكس مضروبة في ان زائد واحد، غيبقالك غتختزل باكس في وسط المقام غيبقالك واحد على ان زائد واحد، وهذه غتبقالك موان اكسبونونسيال دو اكس اكس سيغ ان على اكس، دونك هنا كذلك يمكنك هاد ان نمشي خطوة هنا قلنا على اكس، دونك كتساوي لنا ليميت لما اكس يؤول زائد ما لا نهاية دير واحد على اكس زائد واحد على ان زائد واحد، قلنا هنا يمكن لك تقسم على واحد على ان وضرب فيه، دونك نضربو في اكسبونونسيال ديال اكس على ان هنا اكس على ان، دونك هذه غتعطيك الزيرو هذا تعطيك واحد على ان زائد واحد، دونك عند زائد ما لا نهاية غادي تعطيك زائد ما لا نهاية مضروبة في هاد الموا غتعطيك موا لانفيني، لأنها تعطي متعلية هذه. بالتالي ف دونك شنو كنستنتجو، الاستنتاج هو ان سي منحنى هاد اف ان يقبلو ادمي ان برونش بارابوليك وديريكسيون ديالها في اتجاه محور الأراتيب و فوازيناج دو بلوس لانفيني، طب نفس الطريقة غتحسب ليميت لما اكس
لو كان لقينا مثلا زيرو غيكون في اتجاه محور الالفا فاصيل. لقيتي شي عدد كدير الفرق، كتحسب الليميت. دونك الليميت لما اكس يؤول موان انفيني ديال اف ان دو اكس ديال دونك ديال على اكس كيساوي لنا شنو لقينا هنا؟ واحد على اكس زائد واحد على ان زائد واحد موان اكسبونونسيال دو اكس سور ان سور اكس. دونك في الموالاة فين هذا تعطينا زيرو، هذا تعطينا واحد على ان زائد واحد، هذه شنو غتعطينا؟ هذه غتعطينا زيرو زيرو هذا التعبير، وهذا التعبير واحد على اكس هو حتى هو كذلك غيعطينا زيرو 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 هي زيرو. بطبيعة الحال غدير التعليل، حنا فقط كنجاوبو شفويا. دونك كتساوي لنا واحد على ان زائد واحد. دونك لقينا واحد على شنو غادي دير؟ غتحسب الليميت. دونك الليميت لما اكس يؤول دونك موان لانفيني ديال اف ان ديكس مو هاد واحد على ان زائد واحد ضربه في اكس. دونك شنو غتعطيك؟ ليميت لما اكس يؤول موان لانفيني دونك ديال واحد زائد اكس على ان زائد واحد دونك موان اكسبونونسيال دو اكس سور ان موان هاد واحد موان اكس على ان زائد واحد. دونك هادي غادي تختل مع هادي، هادي في موان لانفيني غتعطيك الزيرو. دونك كتساوي لنا واحد، وبالتالي في المستقيم دون معادلة يكري كيساوي لنا دونك المعادلة ديال هاد المستقيم هي واحد زائد اكس على ان زائد واحد زائد واحد. دونك فهو اتون اسمبتوت اوبليك هو سي اف ان. شكرا لكم على المتابعة، والى نلتقي مع تمارين اخرى. شكرا لكم.